ازيكم عاملين ايه؟ معاكم شيماء علي ودي قناتي. تعالوا بينا نشوف طريقة الطحينة. هنعمل بقى مع بعض الطحينة. انا هنا حطيت ربع كيلو سمسم وتوم سوداني، هحمصهم بقى كده مع بعض اهو. هقعد بقى احمص فيهم كده لغاية لما ياخدوا معايا كده لون او راحتهم بمعنى اصح تطلع، عشان الرطوبة اللي فيهم تطلع ويدوني نتيجة كويسة في الطحينة وانا كمان بطحنهم. انا مش هخليهم يعني ان هو التحميص تحميص، لا انا عايزة الريحة بتاعتهم تطلع وما اقدرش امسكه كده، يعني انا ما اقدرش ان انا امسكه كده فيعني يبقى سخن لدرجة ان انا ما اقدرش امسكه، لكن مش لدرجة ان هو ياخد لون. يعني عشان تعرفي انت وصلتي لايه، النتيجة اللي انت عايزة تعرفيها، هتعدي 3 ثواني على ايدك. لو قدرتي تمسكيهم لمدة 3 ثواني يبقى لسه، لو ما قدرتيش يبقى كده خلاص هتطفي بقى عليه وتطحنيه. انا بقى هقعد كده احمصه عشان ما اطولش عليك الفيديو، وبعد كده هنشوف الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه. اه نسيت اقول لكم، انا هنا محضره، بصوا دي طاسه، طبعا ده قشر من بتاع السوداني ما كنت بقشره. هحط في الطاسه دي كيلو دقيق، كيلو دقيق على الكيلو، يعتبر الا ربع يعني، دوت هحط كده عليه، وكمان هحمصه عشان نعمل الطحينه. بصوا بدا هنا خد مني حبه لون عشان خاطر الحرف ده، فانا هوطي النار كده شويه وهبدا اكمل بقى. انا هنا بعد ما اديت تحميره كده للسمسم وللسوداني، مش تحميره بمعنى تحميره يعني اللي هو طلعت منه الرطوبه، هبدا اطحنه. طبعا انا جربت الاول اطحنه هنا ما اتطحنش قوي، لكن اتطحن السوداني، فاروح بعد كده اطحنه في اللي هي الكبه الزغنطوطه دي اللي بتبقى جايه مع الخلاط. المطحنه دي هي دي اللي نفعت معايا. انا هنا بقى بعد ما طحنت الكميه كلها، ده كان ربع كيلو السمسم على تمن السوداني مقشر. بصوا ما شاء الله اداني كميه حلوه قوي، وعايزه اقول لكم والله العظيم كانت الريحه حلوه قوي. يعني الحمد لله ان احنا مش في رمضان، عشان انا بضعف قدام روايح الحاجات دي قوي. فما شاء الله كانت ريحته حلوه قوي، واداني في الاخر بردك نتيجه هايله بصراحه. هبدا بقى نخش على التقيل بقى، الدقيق بتاعنا هنحمره والزيت ونضرب في الخلاط. انا هنا بقى ده الدقيق، ده كيلو دقيق، كيلو دقيق يا جماعه ما تستغربوش، الكيلو دقيق مع الربع كيلو سمسم مع التمن السوداني اداني 4 كيلو، 4.5 كمان يعني. هبدا بقى اشوح بردك الدقيق كده لغايه لما ما اقدرش بردك امسكه، زي ما اتفقنا هتعدي على ايدك 3 ثواني، قدرتي تستحمليه يبقى لسه، ما قدرتيش يبقى كده خلاص، هو الحمد لله على كده. هتبداي بقى تشوحي فيه لغايه لما تلاقي كده ريحته طلعت. انا هنا خلاص بصوا مش قادره حتى ان انا امسكه كده، يبقى خلاص. عايزه اقول لكم ان كل ما تبقى الحاجه دي سخنه كل ما بتديكي نتيجه هايله جدا. هتحطي هنا كوبايه زيت عليهم 3 كوبايات دقيق على 2 كوباية سمسم، وهنبدا نضربهم في الخلاط. انا كنت نسيت احط الزيت الاول، زي ما قلت لكم بقى انا كنت نسيت احط الزيت، فعشان كده قلت لكم عليه في الاول وبدات احط ونسيت خالص. طبعا ده حالي لما بتكون بنتي داخلين المطبخ، هي لازم كده تلخمني او يعني ان انا اتلخبط في اي حاجه صراحه، اكتر حد بيوترني. فانا هضرب هلاقيه بقى يعني هاجي احط الزيت بعد كده هلاقيه مش بيتضرب معايا، ففضيت كل ده ورحت بقى حاطه الزيت تاني ورحت ضرباه، فاتضرب معايا كويس قوي. هنا بقى بعد ما استوعبت يعني ان انا ما حطيتش الزيت الاول، فعملته واتضرب معايا. بصوا قوام الطحينه،
مش عايزه اقول لكم بقى كانت ريحتها بصراحه عامله ازاي، يعني ريحتها كانت حلوه جدا. وعايزه اقول لك انك ما تحطيش كميه كبيره في الخلاط عشان خاطر يعرف يلف معاكي، يعني مش معنى ان الشفشق كبير فهياخد منك الكميه كلها، لا دايما حطي الكميه قليله بقليله عشان خاطر يلف معاكي، ولو في سمسم ما طحنش كويس يبدا يطحن بردك معاكي. هبدا اكمل بقى باقي الكميه وهنشوف ما شاء الله الربع كيلو سمسم طلع لنا قد ايه ما شاء الله، يعني واداني نفس النتيجه الطحينه الجاهزه ونفس الطعم ونفس كل حاجه. اهم حاجه زي ما قلت لكم انكم تحمصوا الحاجه كويس جدا. انا هنا بدات احط تاني بقى كوبايه زيت للكميه الثانيه، هي الكميه كلها خدت مني ازازه الا ربع زيت. طبعا لو جه معاكي زيت زياده زي ما اتفقنا، لو جه معاكي زيت زياده بتعملي ايه؟ بتصفيه، يعني بتاخدي الزيت الزياده ده. انا بصراحه بعمل كده، بحط زيت زياده دايما عشان يبقى في طعم السمسم، وبعمل بيه الاكلات اللي هي بتاعت الكوريين دول اللي هي بزيت السمسم، بدل ما اقعد انقع والكلام ده كله. لا يعني وصفتين في وصفه، باخد الزيت الزياده ده وبستعمله في الاكل. انا هنا بعد ما خلصت الكميه كلها بتاعتي رحت حطاهم بقى في الكبه الكبيره اللي انا كنت طحنه فيها دي، ورحت حطاهم ياخدوا لفه كده مع بعض عشان لو في كميه جه فيها الطحينه السمسم اكتر من التانيه او حاجه، لا انا كده ابقى ضامنه ان كله زي بعضه. اخدت معايا اللفه التمام، وبعدين هبدا هوريكم بقى ما شاء الله طلعت لي كميه محترمه ان شاء الله تقديني رمضان وبعد رمضان، يعني الكميه الله اكبر كبيره ونفس النتيجه زي ما قلت لكم بتاعه الطحينه، والقوام كمان حلو جدا. وانت عايزه كمان تخففيها عن كده بتخففيها، بس خلي بالك ان الطحينه هي كده كده بتتقل لما بتسيبيها، ولو لقيتيها طلع منها زيت ما تقلقيش خالص الزيت اللي هيطلع منها دوت. يعني انا بصراحه بسيب الطحينه شويه كده بره التلاجة لغايه لما تطرد لي، لو فيها زيت زياده تطردهولي، وعامله برطمان كده باخد الزيت دوت بصفيه وبروح عامله منه زي ما قلت لكم الاكلات اللي هي الكوريه. انا بصراحه بقالي كتير ما اشتريتش طحينه، انا كل ما بتخلص بروح عامله كميه كده وبخليها عندي، فما اعرفش بصراحه سعرها بره كام، لكن انا اعرف ان هي غاليه. فانتي الموضوع كله مش هيكلفك 20 جنيه، يعني الموضوع كله كلفني 20 جنيه بس اداني 4 كيلو. انا يعني هنا بقى مليت دول اهما، هبدا املى بقى ده كمان. خلصت انا احب ماما انا هنا قلت بقى اوزن قدامكم الطحينه. البرطمان الكبير ده طلع 2.5 كيلو، والتاني ده طلع 1.1 كيلو، وده 300 كان حاجة و70 جرام، يعني كان لا الكبير يا ربي كان 3 كيلو، فطلعوا في الاخر هو 4.5 كيلو، يعني
انا سبت لكم المقطع اللي قبل دوت بصوت كرمه بقى عشان هي لابسه هدوم كتيره، فعماله تقولي انا عندي عضلات وقويه وانا كبيره وانتي صغيره، فقلت اسيب لكم المقطع بتاع كوكي. يعني يا رب يكون وصفه الطحينه عجبتكم، متنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس، واشوفكم على خير.